السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سيد حسين على مابل التعلم على الآيفون. قبل أن أبتدي أضغط زر لايك واشترك في القناة كنت مو مشترك، وفعل زر الجرس حق يصلك كل جديد. مثل ما وعدتكم اليوم راح نسوي استعراض لأهم المميزات الموجودة في الإصدار iOS 13. طبعا في مميزة من هؤلاء المميزات راح أشرحها في فيديو واحد، يعني غير عن هذا الفيديو، احتمال يكون بكرة احتمال بعد بكرة ما أدري، بس حزت اللي يكون هذا الفيديو. راح تشوفون متى مكتوب الفيديو في الوصف، متى موعد نزوله، وأيضا في التعليقات. فيلا يا شباب لا تنسوا اللايك، وخلونا نبدأ في المميزات الجديدة. المميزة الأولى شباب، أو الميزة الأولى، لو صار فيك الحين تطول على الصوت أو تقصر على الصوت صار على الجنب، أوكي. وأيضا من خلال هاي الميزة تقدر أنت تقصر وتطول على الصوت من الشاشة نفسها. وأيضا لو تلاحظ زر الصامت صار بهذا الشكل، يطلع فوق يعني بشكل أيقونة، بحيث أنه ما يضايق في لعب الألعاب أو تصفحك للتطبيقات. الميزة الثانية هي المظهر الداكن، كل من ينتظر هالميزة. طبعا أول ما تدش الإعدادات شاشة العرض والإضاءة راح تختار المظهر الليلي، وأيضا فيك تسوي جدولة أنه مثلا يشتغل الصبح المظهر العادي، وداجة بعد غروب الشمس يشتغل المظهر الليلي، أو أنت تقدر تجدولها على حسب اللي تبي. والميزة الثانية شباب أيضا في الإعدادات، لو ذهبت إلى البطارية حالة البطارية راح تلاقي خيار جديد اسمه شحن البطارية المحسن. هذا يا شباب يتعود التلفون اللي هو الآيفون يقوم بالتعود على البطارية أو طريقة شحنك للبطارية. يعني مثلا أنت تنام الساعة 10 الليل تقعد الساعة 5 الصبح، راح يترسلك التشارج بشيء طبيعي لين ما يوصل ل 80%. بعدها راح يخفف بحيث الوقت اللي انت تكون قاعد من النوم وخلاص بتشيل التلفون يوصل الشحن 100، بس بدون ما يصرف تشارج ولا يسبب التلف للبطارية. والميزة اللي بعدها يا شباب في الصور، الصور لو تلاحظون صارت احسن، واضافوا فيها خيار 3D Touch مثل ما تشوفون، وصار فيك مشاركتها بطريقه جدا سهله. والميزه اللي بعدها يا شباب في الكنترول سنتر، لو فتحت الكنترول سنتر وضغط على الاربع خيارات، مثلا تبي تشبك واي فاي، الحين صار فيك ما تشبك من الاعدادات، اسهل لك بعد ما تفتح الكنترول سنتر تضغط على اربع الخيارات، تضغط على خيار الواي فاي ضغطه مطوله او ضغطه 3D Touch، وراح يطلع لك الواي فايات، وتقدر تشبك على اي واي فاي انت تبي، وكذلك البلوتوث نفس الطريقه. والميزه اللي بعدها يا شباب، اذا دخلنا على الاعدادات، خيار امكانيات الوصول اللي كان موجود في عام صار موجود في خيار مخصص اللي هو تسهيلات الاستخدام، موجود في كل الخيارات، فويس اوفر، التكبير والى اخره. وايضا يا شباب صار فيك اذا تكتب على الكيبورد مثلا الايموجي صار له رمز بروحه، واذا كنت انت مسوي ميموجي راح يطلعون على اليسار بهالطريقه. طبعا صار التحكم او صار الرموز في زر بروحه، واللغات والكتابات في ايضا زر بروحه، فهذا شيء راح يفيد. وبالنسبه للغه الانجليزية اضافوا طريقه جديده وجميله للكتابه السريعه، وهي عن طريق تمرير اصبعك من حرف الى حرف اخر بهذه الطريقه، وراح يكتب لك، لازم تتعود عليه مع الوقت. والشيء الثاني، الملفات مثل ما تشوفون قاموا بتغيير شكلها وصارت ارتب من قبل. وايضا يا شباب تطبيق العثور على الايفون والعثور على الاصدقاء جمعوا في تطبيق واحد اللي هو تطبيق تحديد الموقع. تقوم بالدخول على التطبيق، راح يقول لنا هني الموقع، ما شو مرحبا في التطبيق تحديد الموقع. مثل ما تشوفون هذا التطبيق راح يقول لك عن اجهزتك وعن وين اصدقائك. طبعا الحين الاجهزة اذا كانت مشبوكة عن طريق البلوتوث راح يقول لك وين موجودة بدون الانترنت. والشي الجميل ايضا، لو دخلت الاعدادات مثلا على اي تطبيق تبي، مثلا تطبيق الواتساب،
صار فيك تحدد لغة التطبيق يا شباب، سواء كانت اللغة العربية واللغة الإنجليزية. مو كل التطبيقات تصير، أغلب التطبيقات مثل ما تشوفون اللغة تقدر تحدد اللغة اللي تبيها، مثلا تخلي لغات الواتساب إنجليزية لكن تلفونك يصير باللغة العربية. وأيضا يا شباب أضافوا ميزة جميلة وعجيبة في خيار الهاتف. خيار الهاتف صار في ميزة جديدة، إسكات المتصلين غير المعروفين، يعني الناس اللي تتصل عليك وانت مسجلينها في الكونتاكت ما راح يرن عندك التلفون، لكن إذا كنت انت مسجل الشخص وراح يرن عليك بشكل غير عادي. وأيضا يا شباب لو تدشون على خيار الواي فاي مثل ما تشوفون صار في تغيير كبير للواي فاي. أحيان شباب لو انتم مثلا شبكتون على انترنت وحافظين كلمة السر راح يطلع في خيار بروحه، لكن اذا تبون تشبكون على نت ثاني راح يطلع لكم بالخيار الاسفل اللي لازم تدخل كلمة المرور، واذا دخلت كلمة المرور راح يصير الانترنت كله فوق، يعني كأنه يحفظ الانترنت مال، يعني شلون اقول لكم، يعني يحفظ الباسورد ويحط لك في قائمة بروحه. فسووا تنظيم كبير هاي الاعدادات، فالبلوتوث نفس الخيار ما غيروا في شيء. وايضا يا شباب الان صار فيك في نقطة الاتصال الشخصية صار فيك المشاركة العائلية، اذا على فرد من افراد العائلة حاطنا في الاي كلود مالك من اصدقائك يعني او في الاي كلود مالك تقدر تعطيه ويشبك عليك شبك انت تختار، هل انه تبي يشبك عليك شبك بالباسورد او بدون ما تفتح نقطة الاتصال الشخصية. وايضا على طار نقطة الاتصال الشخصية صار فيك انك تقدر اذا شبكت على اي نقطة اتصال شخصية كان محمل هذا الاصدار راح يظل مشغل وما راح يبند عندك حتى لو بند انت الجهاز. فيا شباب الميزة اللي بعدها هي في شاشة العرض والإضاءة، أيضا مثل ما خلفيات الشاشة. أوكي شباب في خلفيات جديدة تمت إضافتها اللي هي اللي في النص، طبعا هاي الأربع الخلفيات هاي الخضرة والزرقاء والبرتقالية والبيضة والرصاصية تختار مثلا خلفية منهم وتدعم المظهر الداكن وكذا. فمثلا نختار تعيين كليهما مثل ما تشوفون يا شباب حاليا ما تعينت، ايوه تعينت شباب. غيروا ايضا سرعوا وسووا شكل جديد الى التغير. فيا شباب احنا بشيل المظهر الداكن، طبعا اول شيء المظهر الداكن صار له خيار تقدر تحطه في الكنترول سنتر لو هالخيار، وايضا صار اذا تبي ما تبي له خيار مجرد انك تضغط على سطوع الإضاءة اللي هو هذا ضغطة 3D Touch أو ضغطة مطورة راح يطلع لك الخيار على اليسار. وأيضا يا شباب من المميزات الجديدة والجميلة هي ميزة اللي هو في سفاري. أول ما تدش تطبيق سفاري راح مثلا موقع أبل، بعدها إذا تريد تاخذ صورة للموقع كامل، إحنا في السابق كنا ناخذ الصورة متقطعة، يعني ناخذ صورة وننزل ونرد ناخذ صورة، لكن الآن يا شباب مجرد أنكم تضغطون وتسوون تصوير، بعد ما تسوون تصوير تضغطون على التصوير اللي سويتونه، في خيارات جديدة تمت إضافتها مثل ما تشوفون، من ضمنها خيار الشاشة كاملة. بعد ما تضغط عليها راح يسوي لك للشاشة كاملة مثل ما تشوفون أو للصفحة كامل، ومحددين لك هني كامل تم تصوير الصفحة، بعدين تضغط تم وتحفظها في الصور. الطريقة جدا سهلة شباب. وأيضا من المميزات الجديدة اللي ضافوها اللي فوق على اليمين مثل ما تشوفون، هذه مثل ما تشوفون إذا كنتون تبون تصغرون الخط مثل ما تشوفون أو تكبرونه بهالشكل، تكبرونه قد ما تبون ما عندكم أي مشكلة. وأيضا تقدرون تسوون طلب موقع سطح المكتب وإلى آخره، أشياء كثيرة. فهذه مميزات جدا جميلة فصارت في موقع السفاري أو في تطبيق سفاري. فبس شباب هذه كانت أبرز المميزات اللي أضيفت في هذا الإصدار، في مميزات أكثر وأكثر اكتشفوها أنتون بنفسكم. فوصلنا للختام، لا تنسوا لايك وسبسكرايب والكومنت والشير، شكرا لتفاعلكم المستمر في القناة. وبس يا شباب مع السلامة.